جماعة الخير، جيت لكم فيديو جديد من ماينكرافت الجوال. يا جماعة هذا المقطع الجديد عن ماينكرافت الجوال. يا جماعة هذا اللعبة اللي حملت فيها مود التحول، واليوم راح نوريكم هذا المود. اول ما تشغل اللعبة طبعا انا محمل مود اللغة العربية، للي يبغى يعرف كيف تحمل مود اللغة العربية بس يقول لي. طب الحين انا كيف راح اطلع من هنا؟ اعطيته كيخ خرجني كيخ العادي. لا والله اوكي خرجني، اوكي خرجني اوكي، لان اللحس مخي شباب. دقيقة بس بحذف لعبة دقيقة شباب اوكي شباب. طبعا لا تنسى بحذف هاي اللعبة خلاص، هكر ما ابي هكر بصراحة. انا ما احنا ناقصين الهاك، تعال نلعب ماين الحين. طبعا ماريو ميكر بننزل مقطع جديد، مرحلة جديدة راح نصممها مع بعض مقطع. وأول مرة راح أنزل مقطع وراح أصمم معاكم في نص المقطع مرحلة. اللحس مخكم بس كيف راح أنزل المقطع شباب؟ كذا 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 لسه المقطع بادي. أوكي تعالوا تشوف ماينكرافت، ارجع لكم بعد ما تحمل اللعبة عشان حسيت راح تطول. شباب رجعنا لكم، رجعنا لكم. هاي المرة راح نركب المود، طبعا انا مركب المود. بعدين الحلقة الجاية طريقة تحميل المود وطريقة تركيبه. طبعا انا احب العب الماب الفلات اول شي يعني عشان اوريكم اياها وكذا. وصح سوى على بال ما تحمل اللعبة لا تنسى كيف اللايك معاكم وكيف الاشتراك. احكم تضغطوا اللايك صح، تضغطوا اللايك بسرعة انصحكم قبل لا يجي قبل لا اجي واكلكم. امزح كيف اكلكم انا نكي. اوكي راح نضغط بريس. بصراحة ما ابي الناس يلعبون معي عشان كلمة طبعا ما فعلتها، بس اخاف في الاخير يعني فعلا ما يلعبوا معي عشان كذا ما ينفع الف ولا مقطع. يمكن يوم من الايام فعلا اتاكد انه ما جاني احد، ان جاني احد بنزل معاه مقطع مع هابا ما تحد يقدر يسمع صوته. صح ذكرت اني زومبي. شوف شوف انا زومبي، انا سكيلتون. اوكي طبعا شفت وتش نوت طلع لك هذه الكلمة اللي تحت، بس شفت وش اضغط ضغطة. شوفوا هنا الزومبي يقدر يتحول له. انا فاتح ذي الوحوش حاليا، هذا الكريبر الدقو شفت. وتنطون بعد يا روك ستار. حاليا اني كريبر، انا جرب شافت زي ما قال صديقي هو ياب الكريبر شفت وما انفجر. طيب يمكن نط اصح كذا حاجة على شخصيتي. صار لي زومبي ذبح لها، نضغط عليه الضغطة اشوف راح نتحول لتشاتا. طبعا مو هذا الماب اللي انا حاط اللي انا ركب فيه مو التحديث الاخير، مو التحديث الاخير راح انزله اخر شيء. التحديث الاخير طبعا جديد مرة اسطوري. زومبي صار لي زومبي دير دير دير. طبعا انا ما دام اني كريبر شوف هذا حطول معاي كل اللعبة اسمه سلو فولين، هذا بس للدجاجة اللي هو الريشات تبعها. شوف لو طرنا وطحنا من اعلى مكان راح اوريك طال قلوب الدجاجة كمان. طلع طلع كيف راح تطيح. وي 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 وما تدمج كمان. الدجاجة ماسكة سيف ستقاتل شباب. صح انك طبعا حتى انه في ناس كثير ما يضغطون لا لحظة لحظة الحين بقول لك بتكلم معاكم بحاجة دقيقة بس دقيقة. سلطان متعود على الطريقة بس انا لسه ماني متعود، راح تاخذ لنا وقت يفك الاعدادات تجي كذا وتسوي هذه وتسوي اخر واحدة. الحين ننزل على هذه وراح نخليها كلاسيك، راح احبها شباب. انا دجاجة
دجاجة شباب، أنا دجاجة بكل اختصار. أنا يسموني تلفون، أنا كلمة الملكة دجاجة يسموني إياها. قل يا مطير أنا ملكة الدجاج، طلطك تطيح بشويش. أخوالي لا دوروني. دقيقة بس، كيف تتحول الشخص العادي؟ تشفت وتقفز 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 بعد القفة. هذا الشخص العادي بعد تيجي كده تضغط تحت الأرض، تضغط على الأرض. ياب كل حاجة. كان أنا عندك شفت هذا الزامي، لا بصراحة ما أحبك يا أبي زامي. ستيفيا نط بس زين. ستيفي طبعا راح نحط حاليا أي شخصية، أي شخصية راح أسيب أكيد يعني راح أسوي الزومبي. خلاص شباب تعودنا. طبعا احلى حاجه لما تتحول على بليز وتجي كذا السيوف تلاقي هنا اشياء جديده انضافت. هنا مثلا جاء ضاف شيء جديد هنا يعني، وهنا تلاقي شيء انضاف جديد، وهنا تلاقي شيء انضاف جديد، وهنا مثلا. طبعا احنا راح نتحول على الاندرمان، بحاول اني اقتله ولا اتحول بس مو اليوم، بكره اعطوني اي وحش عشان اتحول له، بس مو كل الوحوش. الوذر بواس والتنين ولسه ذي الوحوش ما اقدر اتحكم فيها او ما اقدر العب بها. فياب الخروف يبدي اتحكم بالزومبي، يبدي اتحكم باي وحش. طلع هذا دقيقة. طيب كيف راح تحصل الحيوانات؟ طبعا لازم تذبحها، مثلا ذاك الخنزير انا ماني فاتح الخنزير، اقتله باك عندي. خلاص ندري كذا وننط، بعدين نضغط على الارض. خلاص كيف نفك الخنزير على الزومبي؟ سكيلتون كريبر بيك خروف دجاجة ايش هنا؟ طيب اخر شي بعد الدجاجة طلع هذا بس شفت ترجع ستيفي. لذلك الحين انا بتحول بك، تقفز خلاص كذا انا قاعد اتحول بك. طلو انا خنزير يا عوي القرف. طيب حاليا راح اتحول الى ستيفي العادي. طيب ستيفي العادي حاج على ستيفي العادي بيج تشيكن ستيفي. يلا ستيفي رجعنا ستيفي. طيب شباب دعوا يدي يا اخي، حبيت الحركة اللي بسواها سلطان، صارت حلوة بالنسبة لي. كل ما يسوي سلطان عجبتني مرة، اللي زي كذا يسوي زي كذا. شباب طبعا اللي ما يضغط لايك، ادري انه في ناس كتير ما يضغطوا اللايكات، طيب اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد. عشان كذا يعني ما في ناس يضغطوا اللايكات، طلعوا ما يشوفون الجديد حقتي ولا يتابعوني طبعا. فلذلك نسبة القناة مرة انخفضت شباب، يعني نسبة القناة انخفضت بشكل مو طبيعي. رحت يوتيوب ستوديو نسبة القناة منخفضة 1,000,000. يا ساتر. اوكي طبعا نجلل الحين، راح نحول على الصباح وراح نرجع على ستيفي العاديين. او حنا ستيفي دقيقة، راح نحط تايم سيت دي بس خلينا ندري في صباح. راح اتحول على الزومبي ونوريكم قدام عيونكم اني انا زومبي، اللي ما متاكد يعني شوفوا زومبي. راح نشفت وننط. انا قاعد احرق لازم اطفي بسرعه على نفسي بلوكات. هذا اندرمان زومبي. يلا وراي حرق الحرق الحرق الحرق. طبعا انا 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 انا
راح أحاول الدنيا تايم سيت ستاي أبدأ راح أشيل حاليا هذا اللي واجهه طول فيك ولا زوب هذه الدار ولا توه كده بسويها بس ما بغيت يعني أوكي كان راح نرجع عادين أوكي شباب عشان عادين حاليا راح نشيل هذا تنشفت وبنقفز وبنضغط على بيضة الزومبي بعدين هاي سكيلتون هاي كريبا راح نستخدم راح نلعب اليوم بشخصية واحدة بس اللي هي الخروف عشان أوريكم ليش لأن له ميزات خرافية الخروف شوف أول حاجة لو شفت يبدأ يأكل بالأرضية ويكسب داتا طلع بس نلتحوت كسر داتا فلذلك أسطورية مرة هذا المود طبعاً انت تطرق قبل ما يطلع الجيل اللي راح يكون كمان اليوم واللي هو طريقة التحميل واللي هي جداً 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 ما في أسهل منها أصلاً يعني كلها ثانيتين بعدين تحمل معاك اللعبة وبعدين تقدر انك تستمتع يعني براحة اللعبة واستمتاع خبير كبير جداً بالمود وطبعاً كيف يعني ترجع ستيفي تشفت وتقفز زي نفس الطريقة وتضغط على الأرضية هذا هو ستيفي تشفت وتقفز وكذا بتكون رجعت ستيفي خلاص كذا حنا رجعنا ستيفي ياب كل شيء يرجع عادي لو قتلنا بليز سلاش كل بليز ما راح تضبط يعني زين ما عارفين إننا راح نسوي سلاش كل يعني بليز ورحت وبعدين راح تخرب علينا اللعبة وما أدري إيش بصراحة أنا أشوف يعني إنه الحيوانات اللي نقدر نتحول لها واجد طبعاً خلينا نجرب نذبح الأندر دراغون أو اللي هو التنين يمكن احتمال يفك كلنا هو ضيان سلطان نتمنى إنك تعطيني يعني صورة المود في تطبيق هذا ما نعرف المود مرة ما نعرف صورة المود أعطيني إياها ابغى اتحول وذا الباص يصير عندي في اليوم الف اوكي طب ماني عارف حاليا راح نجيب ما عارف اجيب انا بصراحة بجيب بوابة الانت عشان نذبح التنينة التنينة هي بنت طبعاً يعني ما أعرف هي بنت وش تنين بنت سوون دراغون تنين بس هي طلعت بنتي يعني هنا وردي دون مع البنات حجيب هاي العين كمان أصلي حالياً راح نجرب المود على الأندر دراغون طبعاً اللي مو عارف كيفية تسوية هذا البوابة طريقتها جدا بسيطة بس هذه البلوكات هنا تقضل لك وتكمل وقوفك في النص وتلف وجهك وثلاثة بلوكات هنا طيب شباب بس السلسلة عجبتكم ماينكرافت لعبة الراب اي سلسلة كلموني وانا راح انزل عنها حلقة جديدة طيب راح تيجي حلوية بالأندر بيرل كده نحط اثنين على طول زي كده كده اوه بالله فجعت البوابة شباب فجعت لي البوابة اول ما تفجع لي البوابة حقت الانت طبع فيها طارح نذبحه بس هي في الايرون الضعيف هذا راح نحاول نذبح معاه اندرمانات عشان نتحول لها اوكي طيب انا نذبح اندرمان في الماب الاول اللي كان اللي هو ذاك بس حاليا نبغى نوريكم اياها في التحديث القديم هو كل شيء يعطيني تحديث خاص في المود يعني يناسب الماب حقي هدا يا الأخ ما أحد بحك بلا
اوكي طيب دقيقة طيب دقيقة طيب دقيقة اعتذرني اضربك. بس هو التليبورت ذا يقعد يركض. واي 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 دقيقة بعد في لعبة واي عيو يا طيب راح نحذف داتوك ابوك بنزل على فيديو بصراحة رباي ربلكس برجع احملك مرة ثانية زي المجنوع عشان انزل الحلقة عنك اليوم كمان يا ربي. اكيد ادري اتعصب طلع الصوت حق اللي كان قاعد يصيح شباب الاندرمان الاندرمان ده يصيح اقول بس صوتك ذا اللي كان تعالي ابلع تعالي كيوت جدا هذا الاندرمان اوكي هذا توقع تحسين ما شفتك ذا الشيء العام علق ابلع على وجهك اكبس لك كويس سمعت محيطية تعاليلي سمعت محيطية ولا عادية شنو ما اعرف بس ابلعوا و تعاليلي ابلع اول مرة اذبح الدروان اذبح لا اول مرة اذبح طب الهبلي ولا الدربان في نوعين متعودين على ماينكرافت البي سي وماينكرافت السوني وفي نوعين متعودين على ماينكرافت وهذا مشكلة انا من النوع الاول اللي حق ماينكرافت البي سي حق ماينكرافت السوني حق الجوال بصراحة ما انا متعود عليها اوكي احنا كل الناس في الاوفيس حقتها يلا اظهروا لي خلوني اذبحكم كلكم افوز انتوا الاثنين عرفتكم عرفتك انت اللي هو دقيقة ما يبغالكم غير حركة واحدة يعني اشيلكم اشيلكم من الماب كله قول هي اني اسوي تليبورت في نفس مكاني ايه بس هذه تلاحق اي ضربات تشوفها وانا الاحقها ايوه ابلع ابلعوا اوكي خلاني عاد مره اضرب ذا والله انك لطيف والله انك لطيف خلاني اضرب واضحى بنفس الشاري كفو اوكي يلا يا شباب حاليا راح تنفتح عدرة حاجة جديدة هنا طلع عدرة على السيف فظن يكون انفتحت عندنا خاصية من خواص الاندرمان بس ما فتحت ليش لا تسألني كل شفته يقول لي لا طول فطف تقلي كذا عند بيضة ولا ما هي بشكل الكلاسيك دقيقة حجرب بشي شكل الكلاسيك بس اصلا ما من فايدة لان يعني كلهم شايلينه بعض الناس شاي اللي شايلينه بصراحة شايلي حس اشوف الكثير الناس خلين هذا شكل الكلاسيك شوفوا شباب الاندرمان طولي وضعي الخاصية حقته خلاص سوالي والله شباب كانت فيه خاصية تبعته بس ما عارف وين الخاصية حاليا المهم اننا تحولنا لاندر راح انزل فيديو ما ان شاء الله قد نزل فيديو مان اندرمان طبعا يا جماعة خلونا ننهي الفيديو حاليا
عشان بصراحة أنا أشوف إن الفيديو يعني شوية شوية خلاص ياخس يقعد ما أدري كم دقيقة. لا تنسى اللايك معاك بالسيد. نختم المقطع بالسيد اندرمان، نختم المقطع بالسيد اندرمان شايل السيف واللي هو الهواء حاليا يا جماعة. هذا المود اللي عندنا للتحول بالسيد اندرمان. لا تنسى اللايك والاشتراك وباي.